شوف النبي عليه الصلاة والسلام حتى بيقول لصحابه أتدرون ما الغيبة؟ أهو قالوا الله ورسوله أعلم، ما نعرفش، حاجة جديدة علينا. فقال النبي ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره، أنا فيا صفة مش بحب أسمعها، وعلى الرغم من كده واحد جابها واتكلم عني بيها، دي غيبة. ذكرني بحاجة أنا بتضايق لما بسمعها، بتضايق لما حد بيقولها، وربنا نهى نهيا صريحا عن الغيبة في سورة الآداب، أيضا في سورة الحجرات. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني برضو اللي يغتاب يحتاج إنه يتوب. النساء اللي بيشوفوني دلوقتي، كم مرة قالوا عن بنات الجيران وبنات القرايب وبنات الأصحاب دي عانس؟ اللي بتشوفني دلوقتي، كم مرة قلت عن كذا بنت دي عنست، دي بترفض الرجالة، دي مش بيعجبها حد. بلاش كده، بلاش هذه العبارات، لأنها لما توصل لصاحبتها هتضايقها، لأن هي ما بترفضش. مين قال لك إنها بترفض؟ هي نفسها تتجوز بس ما جاش المناسب. ما ذنبها؟ لم يأني الأوان، لم تأتي لحظتها، لم يقدر لها بعد، خلاص. نخلي بالنا قوي، فبلاش تقولي عن بنت جيرانكو أو بنت قرايبكو أو بنت صاحبتكو أو 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 أو، دي عنست، دي لسه ما اتجوزتش، دي مش عايزة تتجوز، ملهاش في الجواز، ما بيعجبهاش العجب ولا الصيام في رجب، علينا كلام يا أخي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين سأل الصحابة ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يبقى أي واحدة تقول عن أي بنت أو أي فتاة عانس هي غيبة. أي واحدة تقول عن أي بنت لم تتزوج أنها عانس، لأن هي فيها إيه؟ هي عانس، وكلمة تجرح فقد اغتبت، إن ذكرك أخذ بكلمة بتكرهها، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني افتريت عليه، أعلى من الغيبة، كذبت يعني. فيفترون على الله الكذب وهم يعلمون. خلاص كده يا جماعة في الخير، يبقى نبطل كلمة إيه؟ عانس. بطل كلمة عنست. ليه؟ لأنها غيبة، والغيبة زي ما جاءت في القرآن في آية يا الذين من يجتنبوا كثيرا من الظن في سورة الأدب، عشان نتأدب كلنا. ما اسمها سورة الأدب ليه؟ عشان نتأدب، نتأدب بأدب القرآن، نتأدب بأخلاق الإسلام، يخلينا في حالنا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ألم يقل رسول الله هذا؟ كلها أحاديث النبي. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. خلي أخلاقك حلوة بقى، ما تجيبش في سيرة حد، ولا تجيب في سيرة حد، خلاص. لأنك لو جبت في سيرة حد يبقى أنت إيه؟
اغتبتيها ولو اغتبتيها أنت آثمة، والإثم يحتاج إلى توب. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن السخرية لا يسخر قوم من قوم بعد كده قال إيه؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لما تكلم عن الغيبة ولا يغتب بعضكم بعض قال اتقوا الله إن الله تواب رحيم. يبقى أنت محتاجة توبة، ولو ما تبتيش يبقى ظلمت نفسك. ليه؟ لأنك أخطأت في حق غيرك، لأنك اغتبتي، والغيبة إثم وذنب.